الكوفري هذا بالحديد وطالع من هنا يمد الباطي مات كومبلي هذا ثاني حي 120 مسكن ها خلوه غير راسه اشتغل من هنا يوم من هنا. عصابات تحترف سرقة القوابل النحاسية التي تؤمن إمدادات الانترنت للمشتركين بحي 120 مسكن بدوودا بتيبازا، ظاهرة زادت من معاناة الساكنة وعقدت حياتهم اليومية. ناعيين انا نكذب عليك ولا بلي بارا يخدم بها الانترنت هذا لي فلاشي دي موات لي يخدم ليكسبوزي انا واحد من الناس من فلاشي دي موات هاي ما كاش الانترنت كوب دافريك شفناها في التليفون هكا يا بلاكاجي بزاف ولا راه نشوف في هذا الوقت لا كونوش تريدومون راهي كل حاجه تمشي بها كل حاجه شوف ولادي يسحقوا الانترنت ولازم ولادي ديزونيفرسيتي ترجع عندي اربعه قاعد يقراوا في اليونيفرسيتي يسحقوا الانترنت اللي تريجوتي ليهم وشفتو في لا بيريود هادي تاع لي دوفوار ولي كومبوزيسيون الانترنت راه كل يوم هذا كل يوم والله كل يوم راهم يسرقوا راهم يخدموه منا جماعه من وهم يدوهم. بالرغم من أشغال الصيانة وإمداد الساكنة بالأنترنت عقب السرقة الظاهرة دقت ناقوس الخطر بهذا الحي والسكان يطالبون بتوفير الأمن. عندنا دراري هنا يا ربي يهديهم شاك فوا يخدموه صافي لا دوزيام فوا يخدموه ويعاودوا يكوبوه مي نورمالمون يديروا هنايا هذا بليش مير دو سوتيان ولا مير دو دي بروتيكسيون يبروتيجو الطابلو يطلعوه بلو ما كاينش عينه جاو شحال من خطره لقاوها وجاو بليزير بويس ما دايما كاين هذا البروبليم هذا كي سرقوا نقولوا في الشهر يسرقوهم كتفو سمع بس يدو بارت. لا يمكن الاستغناء عن الانترنت في وقتنا احياء تعيش بلا هذه الخدمه الحيويه بفعل الشبكات الاجراميه التي تفرض منطقها بالاحياء والمجمعات السكنيه.